الحقيقة قطاع البتروكيماويات هو محور اهتمام العالم كله حالياً. وكالة فيتش سولوشنز طلعت تقرير مهم جداً عن الصادرات المصرية الكيماوية ورصدت ارتفاع انتاج قطاع البتروكيماويات في مصر ليصل ل 3.34 مليون طن، وكمان حقق القطاع نمو في الإيرادات بنسبة 50%. عشان كده الوكالة قالت أن المشروعات اللي بتتم تنفيذها في القطاع البتروكيماويات في مصر هيحول مصر لمركز إقليمي لتجارة النفط والغاز، ومهم قوي الحته دي. فخلونا بقى نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. صباح الخير على حضرتك ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مسام، صباح الخير يا هديل، صباح الخير عليكم كلكم. صباح الخير يا فندم عزيزي الحبيبه، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. طبعا الغاز والبترول هو محور اهتمام العالم كله دلوقتي، ومصر عملت تطور كبير في الفتره اللي فاتت. حضرتك شايف ازاي مستقبل البتروكيماويات في مصر، وازاي الدوله مهتمه بالقطاع ده بالذات؟ شوفي، اولا نمره واحد، قطاع البتروكيماويات قطاع قاطر، قاطر يعني يقدر يشد وراه عدد كبير من القطاعات، ده نمره واحد. فده قطاع مهم، مش لانه قطاع طاقه فقط ولا ان احنا عندنا بترول او عندنا غاز فبنصدر فده مصدر العمله الصعبه، لا، لانه بيشغل وراه عدد من الصناعات مهم جدا بالنسبه للصناعه، مهم جدا بالنسبه لقطاع الطاقه. ويمكن احنا شايفين في الفتره الاخيره النمو او التذبذب في الاسعار النفط على مستوى العالم، والتقارير اللي كل شويه بتطلع، اللي كل يوم بتطلع لما بتتاثر قطاع النفط صعودا او هبوطا، فبالتالي قطاع النفط كمان بيأثر حتى على الاسعار في العالم، وشايفين اسعار البنزين والبترول والمحروقات بترتفع وبتنخفض طبقا للاسعار على مستوى العالم. لكن الحقيقه المهم اللي احنا نشير ليه مش ان احنا عندنا قطاع نفط او قطاع بترول او قطاع طاقه، لا، احنا حقيقه عدينا في الفتره اللي فاتت في السبع سنين اللي فاتوا مقارنه بما كنا نشهده في مصر سابقا، ان احنا تحولنا الحقيقه الى زي ما حضرتك قلتي، تحولنا الى مركز انتاج. دول كتيره جدا عندها البتروكيماويات وبتطلع الخام رو او بنسميه يعني خام كماده، لكن النهارده احنا بدانا نحط او نركب عدد من الصناعات على قطاع البترول، واهمها البتروكيماويات اللي بتدخل في كثير من الصناعات. وده اللي خلى يا بسام يمكن عشان اجعل سؤالك ان صادراتنا النهارده ارتفعت بشكل قياسي. لما كنا بنتكلم في الثلاث سنين الماضيه على 23 24 25 مليار حجم الصادرات، النهارده صادراتنا وصلت ل 31. صحيح يا دكتور عمرو، يمكن قطاع البتروكيماويات متصدر في قائمه الصادرات المصريه. عايز اسال حضرتك السؤال اللي يمكن الناس تساله، انا كمواطن مصري ده هيعود عليا بايه؟ انا زي ما بقول حقيقه قطاع البتروكيماويات قطاع نمره واحد عشان المواطن يعرف، بيدر دخل وعمله صعبه، فده قطاع مهم نمره واحد. نمره اثنين، القطاع ده قاطر، معنى كده ان انا لو استغليت هذا القطاع في صناعات متعدده زي البتروكيماويات على سبيل الامثله، وطبعا احنا عارفين ان الكيماويات بتدخل في كثير من الصناعات بدءا من الصناعات الغذائيه، حتى صناعات التجميل، حتى صناعه المنظفات، حتى السيارات، فبتدخل في مكونات كثير من الصناعات، عشان كده بقول ان ده قطاع قاطر. نمره ثلاثه، الحاجه اللي بنسميها الامبورت سبستيوشن، يعني انا النهارده والحقيقه يمكن تقرير فيتش انتوا اتكلمتوا عليه في سولوشنز، ان فيتش من ضمن الاشياء الجميله اللي ذكرتها في التقرير ويمكن ده ما بين السطور، ان النهارده بقى عندنا حاجه اسمها امبورت سبستيوشن، يعني ان احنا بدانا نعوض او كنا بنعتمد على كثير من الواردات من الخارج، اصبحنا اليوم الصناعات المصريه عندها القدره على الانتاج، سد العجز محليا والفائض يصدر الى الخارج، وبالتالي انا بسد الفجوه، بدل ما اطلع فلوسي بره، بدل ما اطلع فلوسي بره واستورد من الخارج، لا، ده انا بنتج هنا في الداخل واعمل مشروعات ولادي بيستفيدوا، ولادنا بيستفيدوا، والاقتصاد المصري بيستفيد، واطلع منتجاتي واجيب فلوس من بره او ادخل عمله صعبه الى داخل الاقتصاد، وده بيعمل نوع من الانعاش، انعاش، انا بقول تاني انعاش للدوره الاقتصاديه لما يجيلك اموال زي السياحه وزي قناه السويس وزي العاملين في الخارج. فالنهارده الصناعات الكبرى لما تنمو وتصبح صناعات تصديريه وتقدر انها تغزو الاسواق، ده يزيد من قدره الاقتصاد. طب ده ينعكس على المواطن فيه؟ ينعكس على المواطن في قدره الحكومه، يبقى عندي حكومه وعندي اقتصاد اقوى، عندي اقتصاد مدين، عندي اقتصاد عنده مصادرات، عندي اقتصاد عنده عمله صعبه، يخلق مزيد من فرص العمل، يخلي الدوله والحكومه قادره اكتر على التصدي
للازمات او اللي بنسميها المصدات الاقتصاديه. احنا شفنا في الفتره اللي فاتت الحقيقه الحقيقه ان احنا عندنا عدد كبير جدا من المؤشرات الاقتصاديه. عشان ارجع تاني، المواطن يستفيد ايه؟ لما النهارده احتياطي النقدي الاجنبي يوصل لفوق ال 40 مليار، لما معدل النمو الاقتصادي يوصل لحوالي 5 أو 6 بعد ما كان فاكر في 2011 النسب المأساوية اللي احنا عشناها 1.8 ونوصل إلى 5 و6. صحيح إن مع أزمة كورونا انخفضنا شوية، لكن كنا من الدول ال 18 اللي استطاعت إنها تقدم مصدات، وده تحقق نسبة نمو إيجابي على مستوى العالم. لما نرجع ميزان العجز في الميزان التجاري ونرفع الاحتياطي ونزود الصادرات هنقدر نخفض البطالة. وفعلا يا بسام، يمكن عشان ارجع لسؤالك، البطاله النهارده والمواطن انخفضت. لو نفتكر وصححيني كانت المعلومه غايبه عني، انت معدل البطاله انا فاكر كان في 16 و17 و18 كنت بنتكلم في 10% و12%، النهارده بنتكلم على 6%. اذا خلقنا فرص عمل، زودنا العجز الميزاني التجاري، انخفض معدل التضخم اللي كان 33% و35% و40% في 2015 و16 تضخم ليه فلوس انخفض ل 4 و5%. فطبعا ده الانعكاسات على الشخص البسيط او المواطن العادي. طيب دكتور عمرو، احنا النهارده الغاز والبنزين والبترول عامه بتاثر ب هي سلعه عالميه وبتتاثر بالاسعار العالميه. احنا شفنا سعر برميل البترول وصل ل 93.27 دولار، ومتوقع انه يوصل ل 100 دولار في شهر مارس. ازاي احنا في مصر هنا بنتاثر بالاسعار العالميه دي؟ احنا مش بس في مصر بنتاثر بالاسعار العالميه، كل دول العالم بتتاثر بالاسعار العالميه. خلينا اديكي مثال، دول الخليج على سبيل المثال وهي دول بتروليه، دول منتجه، اسعار البنزين او المحروقات، البنزين العادي لما المواطن يدخل يمون في محطه البنزين مثلا في السعوديه او في دوله الامارات مثلا، ارتفعت في شهر فبراير، وهي دوله بتروليه، دوله كبرى، دوله الامارات. بدي مثال على دول مصدره. وبنتكلم في دول اوروبا ما فيش اصلا سعر بنزين موحد، انت ممكن تروح النهارده تلاقي سعر البنزين بسعر وبكره بسعر تاني. بالظبط. فالطبيعي جدا ان الاسعار تتذبذب او خلينا نقول تتغير، لكن انا النهارده بكلمك على دول بتنتج، يعني دوله الامارات النهارده بتنتج، لكن الاسعار والنموذج برضه على، يعني مش مهم ان انا اكون بنتج، لكن انا مرتبط عشان ارجع لسؤالك بالاسعار العالميه، الاسعار العالميه بترتفع البنزين هيرتفع عندي، الاسعار العالميه انخفضت هيخفض. طيب هل انا عشان ارجع لسؤالك، هل انا افضل في مهاد الريح؟ لا، انا كل ما اكون دوله قويه، كل ما اكون اقتصاد قوي، كل ما يكون عندي مستوى معيشة مرتفع وعندي مرتبات أعلى وعندي قوة اقتصادية حتى بالنسبة للشركات وللمواطن، أقدر إن أنا يعني خلينا أقول بصورة أوضح، أقدر إن أنا يكون عندي قدرة أكبر على عدم الاهتزاز محليا أو على مستوى المواطن من تذبذب الأسعار العالمية. وعلى فكرة تذبذب الأسعار العالمية أو انخفاض أو ارتفاع دي حاجة مش في إيدي ولا في إيد الدولة ولا في إيد الحكومة، ده اقتصاد دولي، اقتصاد عالمي بظروف اقتصاديه. تقوم الحرب في اوكرانيا تتلخبط الاسعار، مشكله في الخليج تتلخبط الاسعار، دول الاوبك تختلف او تتفق تتلخبط الاسعار. احنا النهارده في عالم للاسف في انسرتينتي او عدم يعني قدره على التنبؤ. الحل الوحيد ان احنا يبقى عندنا قدره اقتصاديه وقوه اقتصاديه ومالكين بعض او كثير من نأمن الامور في ايدينا، وده عن طريق الصادرات وعن طريق الانتاج. وعشان كده السيد الرئيس دايما بيوجه والقطاع الخاص، وانا فاكر يمكن في المؤتمر الاخير او في اللقاء الاخير في الصعيد لما كان توجيهه وطلبه للقطاع الخاص ان يكون شريك اساسي في عمليه التنميه. لان النهارده الدوله بتعمل مشروع قانونيه بتتكلف مليارات، احنا بنتكلم في سينا على 800 مليار على سبيل المثال، انا لاحظت 800 مليار مش 800 مليون ولا 800,000، بنتكلم في 800 مليار مشروعات قوميه كبيره جدا. وعشان كده القطاع الخاص النهارده لما يدخل، والكلام ده كله بنعمله للقطاع الخاص مش بنعمله لينا ولا بنعمله للحكومه، لا الكلام ده كله للقطاع الخاص عشان يدخل، والمستثمرين الاجانب والاستثمار الخارجي المباشر الاي اي علشان يجوا ويشتغلوا ويقعدوا وينتجوا ويخلقوا فرص عمل. وبالتالي صحيح يا دكتور عمرو، ويمكن مساله دعم الدوله لهذا القطاع والاستثمار في هذا القطاع، مساله رد اعباء المستثمرين اللي كانت حاصله، فتح اسواق جديده، اكيد كانت السبب وراء ارتفاع صادرات هذا القطاع ل 50%. عايزه او انتاجيه هذا القطاع، نسبه النمو اللي حصلت ل 50%، عايزه اسال حضرتك، هل في اسواق جديده عالميا بالنسبه لمصر، اسواق مستهدفه للتصدير؟ يعني طبعا عندنا الاسواق الدول العربيه طبعا الغير بتروليه،
يعني اسواق مهمه، عندنا الاردن، عندنا العراق. شفنا محادثات السيد الرئيس مؤخرا ورئيس الوزراء في العراق، في الاردن، افريقيا طبعا من الدول اللي احنا ليها اسواق تقليديه معانا. لكن انا تاني برجع اقول مش مهم عمليه توفير المحروقات او الطاقه، لا المهم الصناعات اللي قايمه عليها وهي صناعه البتروكيماويات، لان هي دي الصناعات اللي بتقدر تصدر وبالتالي تجيب قيمه مضافه اعلى. انا مش مهم ان انا اصدر الماده الخامه، لكن وده الحقيقه اللي مصر بدات تتبعه كاستراتيجيه، التوجه الجديد بذكاء شديد. بالظبط، بذكاء شديد في الفتره الماضيه السيد الرئيس بيوجه او بيدفع هذا الاتجاه، ان انا ما اصدرش المواد الخام بتاعتي، لا بالعكس ان انا اشغل المواد الخام بتاعتي، يعني ان انا اقدر استخدم هذه المواد الخام في ان انا اخلق صناعات، وهذه الصناعات تتحول للسوق المحلي فبالتالي تسد العكس في الولايات، والمرحله الثانيه انها تتحول لصناعات تصديريه. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، اولا صدرت وخلقت عمله صعبه، نمرة اثنين خلقت قيمه مضافه، يعني صناعه، يعني فرص عمل شبابنا وولادنا، وده اللي احنا عايزينه عشان نقدر نخفض قيمه البطاله، وعشان نبقى زي ما حضرتك قلتي الاسعار العالميه ترتفع او تنخفض، يبقى عندنا قدره اكبر نوعا ما على التصدي للتذبذب الاسعار في العالم. طيب حضرتك تتوقع بقى ان شركات تتوسع اكتر في نشاطها الصناعي في مصر، طبعا خاصه بعد الانجازات اللي احنا بنشوفها في الفتره الاخيره؟ شوفي، مع المؤشرات الكبيره اللي حصلت في مصر في الفتره الماضيه، يعني مثلا انخفاض معدل التضخم، ان مصر تبقى الاولى في الاستثمار المباشر، تفتكري في 2018 و19 الاولى في الاستثمار المباشر في افريقيا في الفتره ديت، وترتفع قيمه التدفقات للاستثمار الاجنبي لحوالي 24% في عام 2018، ويزيد الاستثمارات الاجانب في اذون الخزانه، ويزيد الاصول الاجنبيه في البنوك بالمليارات، طبعا ده مع توفر النقد الاجنبي. كل هذه المؤشرات طبعا مع كمان ما ننساش الاصلاحات الهيكليه اللي بتتعمل يمينا ويسارا، المشروعات القوميه عشان توزع قاعده الاستثمار الاجنبي المباشر. فالحقيقه مصر مش هتبقى مصر النهارده من الدول القادمه للاستثمارات على مستوى ليس فقط الشرق الاوسط لكن على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم. طبعا ده بفضل البنيه التحتيه اللي اتعملت، واحنا شايفين الانطلاق. ويمكن البعض لو سمحتي لي يتساءل في بعض الاحيان يمكن بدون علم او عدم معرفه او بدون وجود بعض البيانات او بعض المعلومات للمواطن عن كم المشروعات القوميه وكم هذا الانفاق في المشروعات القوميه. مفيش مستثمر حقيقي، ولو شفتوا حواليكم، تعالوا نشوف حوالينا، تعالوا نشوف في دول افريقيه حققت طفره. انا مش عايز اتكلم على دبي، مش عايز اتكلم على ماليزيا، مش عايز اتكلم على سنغافوره، مش عايز اتكلم على دول كانت اقل مننا في النمو الاقتصادي او في الطريق السياسي والثقافي، لكن مفيش دوله قدرت تحقق نمو اقتصادي وتجذب رؤوس اموال وتعمل عمليه تنميه الا من خلال بنيه تحتيه قويه مستدامه. عمليه البنيه التحتيه دي ما بتتعملش النهارده، بتتعمل النهارده والبكره والبعد بكره. فالنهارده احنا الحقيقه عملنا طفره في البنيه التحتيه، ويمكن تقريبا فيتش بالمناسبه اشار الى هذا الموضوع، ان البنيه التحتيه اللي مصر عملتها في الفتره الماضيه بنيه قويه جدا بتدفع الاستثمار المستدام، ده نمره واحد. نمره اثنين الاصلاحات الهيكليه اللي مصر عملتها. نمره ثلاثه كل التقارير الدوليه هذه، كل التقارير الدوليه النهارده سواء البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او مؤسسات التمويل الدوليه سواء فيتش او ستاندرد اند بور او المؤسسات الاخرى الملاءه الماليه كلها بتصنف مصر كنظره مستقره بي وبي بلس مستقر على الامد الطويل. فالحقيقه ده رساله، لما تلاقي دوله مستقره ومؤشرات دوليه مستقره وهذه المؤسسات لا تكذب ولا تتجمل وليس لها اي مصلحه في اصدار اي تقارير ليست حقيقيه، لكن هذه التقارير لما تصدر من عدد كبير جدا من المؤسسات الدوليه، احنا بنتكلم على البنك الدولي، بنتكلم على صندوق النقد الدولي، بنتكلم على مؤسسات التصنيف الائتماني بمختلف انواعها بالمناسبه، يعني ستاندرد بور وفيتش وكل هذه المؤسسات، لما تدي مستقر دي رساله مهمه للمستثمر على ان مصر دوله قويه مستقره وعندها بوليتيكال ويل او اللي بنسميها اراده سياسيه للتغيير والاصلاح والاستمرار بشكل مستدام من الناحيه الاقتصاديه. صحيح. دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معانا.